ما فهمناش شكون هذا. أمجد محمد، ما فهمناش هنا واش قاعدين تجادلوا في حاجة ماشي قابلة للنقاش. خلاص، ألف تحية للأخت نضال اللي خرج من نصه عقله خصه. تعليق الآخر، بالعالية بالحاج، لو تناظرين هذا الطفل، والحديث عن الطفل عبد الرحمن فارح، لو تناظرين هذا الطفل مناظرة علمية لن تستطيعي أن تصمدي أمامه. لا أنت رجع لي رجع لي رجع لي، لا تستطيعي أن تصمدي أمامه، لا أنت ولا كل من هو حاضر في البلاطو بل والقناة برمتها. وهذا الكلام موجه لشخصي، موجه لسامية بالقاضي، لأنه فهم تدخلها على أساس أنه انتقاد أو تهجم على شخص الطفل عبد الرحمن فارح، لكن في النهاية هو رأي قد يقبل أو قد نختلف معه.